بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا ولاد، اخباركم ايه؟ انا الدكتورة شيرين عبد الفتاح، انا استاذ مساعد الاناتومي في القصر العيني. ان شاء الله نبقى مع بعض الترم ده، وان شاء الله الدنيا تبقى واضحة. وفي ميزة الصراحة موجودة في الترم ده بإذن الله، ان احنا هنشوف بعض، وهيبقى في محاضرات فيس تو فيس ومحاضرات اونلاين، وده هيبقى الصراحة كويس لينا وليكو. أقدر أشوفكو ونقدر نعرف بعض كويس، ونقدر نشوف المشاكل اللي ممكن نقابلها إيه. وطبعا الحاجات اللي هي نقدر نشرحها أونلاين هنشرحها، والحاجات اللي هنقدر نشرحها فيس تو فيس هنشرحها، والحاجات اللي هيبقى عندنا مشكلة فيها إن شاء الله هنلمها، مش هيبقى فيه مشاكل بإذن الله. طيب، هي مادة الأناتومي مادة لطيفة وظريفة، مش وحشة، وبالنسبة لكم كمان هي مادة لايت، يعني مش هيبقى فيها قلق. والمفروض ان احنا هنذاكرها منين؟ هنذاكرها من الكتاب ان شاء الله. خلال يومين ثلاثة الكتاب هيبقى متواجد عندكم وتقدروا تذاكروا منه، والباوربوينت بريزنتيشنز هتبقى معاكم برضو علشان تساعدكم، يبقى الكتاب والباوربوينت بريزنتيشنز. والمفروض ان انا عندي في الكتاب كمان في الاخر هيبقى فيه زي اساينمنت، او هيبقى فيه زي اسئلة، مجموعة من الاسئلة كده لازم انت في الاخر تقعد بتابع عشان تحلها في الاخر، عليها 10 درجات. طيب كده اتكلمنا احنا ايه مين اللي هيدرس وهيدرس ايه وهنذاكر منين والاساينمنت هنحلها منين. تعالوا بقى نتكلم كده، ندي محاضرة عن الجنرال اناتومي، ونتكلم على الانترودكشن تو جنرال اناتومي. طيب، في الاول هنبدا ناخد حاجات بسيطه اللي هي الاناتوميكال تيرمز، التعريفات اللي موجوده في الاناتومي، التعريفات البسيطه اللي هتسهل لنا بعد كده لما اجي اتكلم عن علم الاناتومي ابقى عندي فكره بهذه التعريفات. اول حاجه الاناتوميكال تيرمز، انا مش عايزه منك في الاناتوميكال تيرمز مبدئيا غير البوزيشن بتاع الطبيعي بتاع البني ادم في الاناتوميكال بوزيشن، يعني انا الوضع التشريحي للبني ادم او الاناتوميكال بوزيشن للبني ادم او الاناتوميكال اراكت، اراكت يعني واقف، يعني اراكت مستقيم بوزيشن للبني ادم بيبقى شكله ازاي. يعني انا علشان اقدر اوصف اي حاجة تشريحيا لازم البني ادم يبقى وضعه ايه فاقدر اوصفها تشريحيا. تاني، انا عندي حاجه اسمها تعريفات تشريحيه او anatomical terms، يعني عندي حاجه اسمها anatomical terms او حاجه اسمها تعريفات تشريحيه. طيب التعريفات التشريحيه دي اول حاجه لازم اعرفها فيها الاناتوميكال بوزيشن، الوضع التشريحي للبني ادم. يعني ايه الوضع التشريحي؟ اللي انا بوصف منه اي حاجه اناتوميك. ايه الوضع التشريحي ده او الاناتوميكال بوزيشن؟ الاناتوميكال بوزيشن وضع مستقيم بهذا الشكل، والبني ادم بيبقى ايه ستاندينج ايركت، واقف مستقيم بهذا الشكل، الاي لوكينج فورورد باصص قدامه، الابر ليمبس ده الطرف العلوي وبسميه ابر ليمب، وده الطرفين السفليين وبسميهم لور ليمب، وده جذع البني ادم وبسميه ترانك، وده راس البني ادم وبسميه الهيد، وده النك. يبقى احنا عندنا البني ادم ده عباره عن هيد ونك وترانك اللي هو الجذع، وعباره عن طرفين علويين اسمهم upper limbs وطرفين تحت اسمهم lower limbs. تمام. طيب ايه الوضع التشريحي؟ ان هو يبقى واقف erect position بهذا الشكل standing erect. طيب ايه كمان؟ look the eyes looking forward، العينين باصه لقدام، ال upper limbs at the sides بهذا الشكل، ال upper limbs are hanging by the sides بهذا الشكل، البالم، يعني ايه البالم؟ البالم ده ادي الايد بتاعتك او الهاند بتاعتك، الجزء اللي هو امامي في الهاند ده اسمه البالم. تمام، ده البالم بتاع الهاند، facing forward باصص قدام كأنك حاطط ايدك بهذا الشكل والبالم باصص قدام كده، والثامز اللي هو الصباع ده directed laterally، laterally يعني بعيد عن الميدل لاين، بعيد عن الميدل لاين. يبقى احنا عندنا الاناتوميكال تيرم اللي بتكلم عليها الاناتوميكال ايركت بوزيشن، ده عباره عن ايه؟ ال ستاندينج ايركت، الايز ار لوكينج فورورد، الابر ليمب
by the sides بهذا الشكل، تمام. البالمز اللي هي الحتة دي في الإيد facing forward بصة لقدام، والثامبس اللي هو الصباع ده باصص laterally. يعني ايه laterally؟ يعني الناحية التانية من الميدل لاين. ده كده قريب من الميدل لاين، كده انا بعيد عن الميدل لاين. طيب عندي بعد كده الاناتوميكال بلينز. اناتوميكال بلينز يعني ايه بالبلدي كده؟ انا عايزه اقسم اي حاجه او اعمل تقسيمه لاي حاجه علشان خاطر اقدر اوصفها. طيب تخيل معايا كده ان انا معايا برتقانايه. البرتقانايه دي انا اقدر اقسمها ازاي؟ اقدر اقسمها من النص علشان اقسمها لجزئين يمين وشمال واقدر اشوف. فما قسمتها كده استفدت ايه؟ مقسمة البرتقانية كده بصيت لقيت الفصوص بتاعت البرتقان متجزعة بشكل معين، فقدرت اقول البرتقانية دي حاجة اورنج من بره. اما قسمتها من النص لجزئين يمين وشمال قدرت اشوف ايه من جوه، اللي هي الحاجات البرتقاني اللي موجودة جوه دي. طيب عايزة اقسمها تقسيمة تانية، هقسمها من النص بس هقسمها جزئين، جزء قدام وجزء ورا. ليه؟ علشان اقدر اوصفها بشكل اقوى. فبالتالي anatomical planes دي هي عبارة عن تقسيمات أنا بقسم بيها أي حاجة في الدنيا عشان أقدر أوصفها. طيب يعني ال anatomical planes أول حاجة أدي البلين ده، ده اسمه ميديان بلين أو ساجيتال بلين. ميديان بلين ده كأني جيت مسكت جسم الإنسان وقسمته من النص كده بهذا الشكل، فقدرت أقسمه لجزئين، جزء رايت وجزء ليفت، right and left halves. طب قدرت استفيد ايه من كده؟ اما قسمت من هنا قدرت اشوف الراس من جوه، قدرت اشوف الجذع من جوه عبارة عن ايه، تمام. يبقى هو دي علشان انا بقسمه ليه؟ علشان اقدر اوصف جسم الانسان من جوه. فبالتالي اول بلين او اول تقسيمة عندي اسمها ميديان بلين. ميديان بلين دي تقسيمة في وسط الجسم، قسمت لي الجسم ايه؟ ل two halves right and left halves. يبقى انا عندي medium plane or sagittal plane. It is the plane which passes in the middle line of the body في نص الجسم dividing the body into two halves, two equal halves right half and left half. طيب في عندي واحدة تانية اسمها para median plane. para يعني parallel يعني موازية. يعني هعمل ليه بقى؟ عايزه اشوف جسم الانسان من هنا الحته دي فيها ايه. اروح جايبه بلين اسمه باراميديان بلين. طب عباره عن ايه الباراميديان بلين ده؟ بلين بالطول برضو وبارالل للميديان بلين. بلين للطول بالطول برضو وبارالل للميديان بلين. طب هو انا البلينز بس بتقسم لي الجسم لرايت ولفت هافز؟ لا، ممكن اجيب بلين في النص برضو اهو اللي هو ده، يقسم لي الجسم لجزء أمامي وجزء خلفي. يعني أمرر البلين بنص الجسم من هنا فيقسم لي الجسم لنص أمامي اللي هو قدام ونص خلفي اللي هو ورا، وهسميه إيه البلين ده؟ اسمه كورونال أو فرونتال بلين. اسمه كورونال أو فرونتال بلين. ويبقى ده بلين بيقسم لي الجسم لنصين، جزء أمامي anterior، وهنعرف دلوقتي يعني ايه anterior يعني أمامي، وجزء خلفي اسمه posterior. طيب في بلين اهو اسمه horizontal plane، ده بيجي بقى يمشي في نص الجسم، يمشي في نص الجسم ويقسم لي الجسم لجزء علوي upper half وجزء سفلي lower half. يبقى تقسيمات او البلينز اللي بتعدي في الجسم عشان تقسم لي الجسم لهافز فاقدر اوصف الحاجات دي من جوه فيها ايه. medium plane او sagittal plane ده passes in the middle line في نص الجسم وبيقسم الجسم ل two halves right و left، أو paramedian plane وده plane parallel لل median plane، أو coronal plane. coronal plane ده بيمشي برضه في نص الجسم بس بيقسم لي الجسم لجزء أمامي هسميه anterior وجزء خلفي هسميه posterior، وآخر واحد اسمه horizontal plane وده بيقسم لي الجسم لجزئين، جزء فوق برضو upper half وجزء تحت lower half. فبالتالي كل planes دول بيقسموا لي الجسم لإيه؟ لوظائف descriptive علشان أقدر أوصف الجسم من جوه في إيه. تاني أهو median plane أو sagittal two halves right و left.
وبعد كده بارا ميديان بيجي هنا كده بارلل، وبعد كده الموف ده كورونال بلين. طب ده بيقسم الجسم الانتيريور و بوستيريور، وادي هوريزونتال او ترانسفيرس بلين وده بيقسم الجسم الابر و لور. طيب terms of direction يعني ايه direction؟ يعني الاتجاهات. طب ما تيجوا نشوف كده القصة دي. طيب احنا عندنا لو انا بتكلم عن حاجة قدام ناحية قدام فبسميها anterior، يبقى حاجة قدام بتبقى anterior، حاجة ورا posterior، يعني حاجة امامية او ناحية قدام بتبقى anterior، طب حاجة ناحية ورا او ناحية الباك بتبقى posterior، طب حاجة ماشية في النص في الميدل لاين اسمها ميديان، ميديان تاني، يبقى أنا عندي حاجة أمامية اسمها anterior، حاجة خلفية بسميها posterior، حاجة ماشية بالظبط في الميدل لاين بسميها ميديان بالان، ميديان بالان ده الميدل لاين. طيب حاجة قريبة من الميدل لاين بتبقى ميديال، حاجة بعيدة عن الميدل لاين اسمها لاترال، يبقى كل ما بقرب من الميدل لاين ببقى ميديال، طب كل ما ببعد عن الميدل لاين ببقى لاترال. طب تعالوا نقول تاني، ميديان بلين من قدام انتيريور من ورا بوستيريور اللي في النص ميديان، اقرب من الميدل لاين ابقى ميديال، ابعد عن الميدل لاين ابقى لاترال. طب ما تيجوا تشوف كده مثال اللي يعني ايه اقرب من الميدل لاين ويعني ايه ابعد. بص كده ادي الهاند اهي، واتفقنا ان الجزء اللي باصص بره ده البالم، وادي الصباع ده اللي هو الصغير ده اسمه ثامب، والصباع الصغير من هنا اسمه ليتل فينجر، يبقى الصباع ده اسمه ثامب والصباع ده اسمه ليتل فينجر. عايز اعرف انه صباع منهم ميديال وانه صباع منهم لاترال، هو مين اللي اقرب للميدل لاين في الاناتوميكال بوزيشن؟ الليتل فينجر، اذا الليتل فينجر ده يعتبر ميديال، طب والثامب؟ لا ده بعيد، فده بسميه لاترال، فما بقرب يا اولاد من الميدل لاين او من الميديان بلين ببقى ميديال، طب لما اجي ابعد من الميديان بلين ببقى لاترال. طيب احنا اتفقنا ادي الهاند اهي، الجزء اللي انا شايفاه ده اسمه بالم، اسمه بالم، طب الجزء اللي ظهر الهاند ده اسمه دورسون، يبقى الجزء بتاع الهاند اللي انا شايفاه اللي هو اللي انا بمسك بيه الحاجات ده اسمه بالم، طب الجزء اللي في ظهر الهاند اللي هو بيبقى في الظهر اسمه دورسون. طيب الفوت رجلك، الجزء اللي تحت اللي انت بتدوس على الارض ده بيه اسمه سول، اسمه سول، طب الجزء اللي على الباك اللي انت شايفه ده اسمه دورسم. تاني معلش، ادي الهاند، الجزء اللي انا شايفاه ده اسمه بالم اللي بمسك بيه الحاجات، طب اللي على الباك اسمه دورسم، طب الجزء بتاع الفوت اللي انا بمشي بيه على الارض ده اسمه سول، طب الجزء اللي على ظهر الفوت ده اسمه ايه؟ اسمه دورسم. طيب ده كلام زي الفل. طب نكمل بعد كده terms of direction بتاعتي اللي هي الاتجاهات. لو بتكلم عن حاجة فوق superior، عن حاجة تحت inferior، حاجة فوق superior، حاجة تحت inferior. طيب احنا اتفقنا ان ده اسمه upper limb، upper limb اللي هو الطرف العلوي. طيب انا عايز اشوف فين الروت بتاع upper limb او جذع upper limb، اهو ده المنشأ بتاعه او الروت بتاعه اللي هو عند التصاقه بالترنك او الجنكشن ما بين الابر ليم والترنك، يبقى ده الروت بتاع الابر ليم. طيب اما بقرب من الروت بتاع الابر ليم ببقى اسمي بروكسيمال، طب اما ببعد عن الروت بتاع الابر ليم بيبقى اسمي ديستال، يبقى كل ما بقرب من جذع الليم بيبقى اسمي بروكسيمال، طب ابعد عن جذع الليمب بيبقى اسمي ديستال. طب حاجه سطحيه سوبرفيشال، حاجه عميقه ديب، حاجه سطحيه سوبرفيشال، حاجه عميقه ديب، واخر حاجه حاجه خارجيه اسمها اكسترنال، ودي متهيالي انتوا عارفينها اصلا، وحاجه داخليه اسمها انترنال. يبقى انا عندي حاجه سطحيه تبقى سوبرفيشال، حاجه عميقه ديب، حاجة خارجية external وحاجة داخلية internal. يبقى احنا عندنا يا جماعة أمامي anterior،
خلفي posterior، تمام. جوه مشيت في الميدل لاين كده اسمه ميديان بلين، قربت من الميديان بلين بقى اسمي ميديال، بعدت عن الميديان بلين بقى اسمي لاترال، تمام. ادي الروت بتاع الليمب، قربت منه بقى اسمي بروكسيمال، بعدت عنه بقى اسمي ديستال. دي الروت بتاع اللور ليمب اللي هو عند التصاقه بالترنك، قربت من الروت بقى اسمي بروكسيمال، بعدت عنه هنا بقى اسمي ديستال. انا فوق بقى اسمي سوبيريور، تحت بقى اسمي انفيريور. حاجة سطحية اسمها سوبرفيشال، حاجة عميقة ديب، حاجة خارجية external، حاجة داخلية internal. وادي الهاند، الجزء اللي انا بمسك بيه الاشياء اسمه palm، الجزء اللي على الباك اسمه dorsum. الفوت، الجزء اللي انا بمشي بيه على الارض اسمه sole، الجزء اللي على الباك اسمه dorsum of the foot. اي وضع تشريحي للانسان بقى، تخيلوا كده انا هاجي امسك اشرح اي حاجة. انت ماسك اول حاجة سكن، الجلد، شلت الجلد، تخيل نفسنا كده هنشرح خروف. ايه اول حاجة بشيلها؟ السكن اللي هي طبقة الجلد، بعديها بلاقي طبقة دهون اللي هي الفات او بسميها الفاشيا. طب بعد ما بلاقي طبقة الدهون والفات بلاقي عضلات muscles، وبعد ما اخش بالعضلات شوية بلاقي البونز اللي هي العظم والكارتلجز. ده اي اما بشرح اي حاجة في الدنيا هي دي الاشياء اللي بلاقيها جوه جسم الانسان او اي جسم في الدنيا. طبقة جلد في الاول اللي هي طبقة السكن، وبعد كده طبقة دهن اللي هي طبقة الفاشيا، وبعد كده عضلات اللي هي الماسلز، وبعد كده بونز وكارتلج اللي هي العظم والغضايف. ابدا الاول نتكلم على السكن. يبقى انا اول حاجه بشرحها او اول حاجه بلاقيها في التشريح اي حاجه في الدنيا السكن. ادي السكن يا جماعه. الجلد، الجلد ده عباره عن طبقتين. اول طبقه اللي هي دي اسمها ايبي ديرمز، والطبقه اللي تحتيها دي اسمها ديرمز. تاني كده، الطبقه اللي فوق اللي في الجلد دي اسمها ايبي ديرمز اللي هي فوق الديرمز، ايبي يعني فوق وديرمز اللي هي طبقه الديرمز، ودي طبقه الديرمز. هناخدها بالتفاصيل مع الدكتوره ايمان ان شاء الله في الهيستولوجي، الهيستولوجيكال ستراكشر تحت الميكروسكوب بيبقى الجلد شكله ايه، وهتاخدوها بكل تفاصيلها. انا عايزه في الاناتومي حاجات بسيطه، ان انت اول حاجه تبقى عارف طبقات السكين او اللايرز بتاعت السكين. يبقى انا عايزه منك حاجات بسيطه ان انت تبقى عارف يا طبقات السكين واللايرز بتاع اللي هي اللايرز. ايبي ديرمز، ايبي يعني فوق، ودي الديرمز اهي وديرمز. طيب وفي حاجات زوائد موجوده في السكين اسمها سكين ابندجز. يعني ايه سكين ابندجز؟ الزوائد اللي موجوده في السكين، النيلز اللي هي الضوافر، الهير اللي هو الشعر، الهير فوليكلز اللي هي الخصيلات بتاعت الشعر، وعندي جلاند غدد اسمها سابيشس اند سويت جلاندز. اسمها سابيشس جلاندز دي الغدد الزيتية، وسويت جلاندز اللي هي الغدد العرقية. يبقى انا عندي لحد دلوقتي انا عايزة منك ان الجلد عبارة عن طبقتين، ايبيديرمز وديرمز. ايبيديرمز يعني الطبقة اللي فوق الديرمز اللي هي دي، وديرمز اللي هي الطبقة دي، وقلنا هناخدها بالتفاصيل في الهيستولوجي. وعندي زوايد في الجلد. ايه الزوايد اللي يعتبر اللي انا بعتبرها في الجلد؟ اللي هي الضوافر اللي هي النيلز، الهير اللي هو الشعر بالخصيلات بتاعته اللي هي الهير فوليكلز، وغدد، غدد سبيشس جلاندز اند سويت جلاندز، غدد عرقيه وغدد زيتيه. عايزه ايه تاني في السكين؟ المفروض السكين ده مغطى بطبقه كيراتين، واتفقنا ان الدكتوره ايمان هتشرحها. دي طبقة من الكيراتين بتخلي ان السكين ده قادر على التغيرات بتاعت اللي موجودة بره. يعني عندي في طبقة اسمها طبقة كيراتين، وطبقة الكيراتين دي بتخلي السكين قادر على التغيرات اللي موجودة، ان انت تمسك حاجات وتقدر تعمل. طبقة الكيراتين دي بتساعدك على هذه الاشياء. طيب في بقى حاجة اسمها epidermal ridges. epidermal ridges ادي الepidermal ridges دي اهي. الابيديرمال ريدجز دي بتتشاف عندي في الاناتومي في شكل ايه؟ في شكل البصمه بتاعت سيادتك، البصمه اللي انت بتبصم بيها، الريدجز اللي موجوده دي اللي بتخلي لك بصمه.
مش انت ما بتيجي في الموبايل تضيف بصمتك تلاقي ايه الاول ضاف لك شوية ريدجز وبعد كده ضاف لك ريدجز تانية اللي هي السنايا اللي بتبقى موجودة في البصمة دي، نتيجة ايه؟ نتيجة الابيديرمال ريدجز، الريدجز اللي هي موجودة في الابيديرمس اللي هي بتشكلي بتوضح في الاخر بالشكل ده على صباعك، فبتخلي ان ليك بصمة فينجر برينت مختلفة عن بصمة اي حد تاني. يبقى في ريدجز موجودة في الابيديرمس اللي هي الطبقة الخارجية من السكين، دي بتترجم بشكل ايه؟ بتترجم بشكل البصمة بتاعة صباعك اللي هي الابيديرمال ريدجز اللي موجودة على البالمر اسبكت. اتفقنا ان البالم ده جزء الهاند اللي انا بكتب بيه، وما اجي ابص على الثمب بلاقي فيه زي ثنايا بهذا الشكل اسمها epidermal ridges، ودي اللي بتشكل لي في الاخر الفينجر برينتس، البصمه اللي انت بتعملها علشان زي بصمه التليفون او بصمه الفيش والتشبيه. طيب الديرمز ده في ايه؟ في كولاجين، اكيد سمعتوا الكولاجين وهتاخدوا الكولاجين بالتفصيل برضو في الهيستولوجي. في elastic fibers، fibers اللي هي لينه شويه اللي هي يعني كولاجين والاستيك فايبرز، والفايبرز دي هتاخدها بالتفصيل في الهيستولوجي. طب وفي ايه كمان؟ في المفروض بلاد فيسلز، بلاد فيسلز اللي هي زي الشرايين والاورده، الليمفاتكس اللي هي الاوعيه الليمفاويه والاعصاب اللي بتغذي السكين. يبقى الديرمز ده في ايه؟ في كولاجين، في الاستيك فايبرز، في بلود فيسلز اوعيه دمويه واوعيه لمفاويه واعصاب ماشيه في الديرمس عشان تغذي السكين. يعني احنا سيمبلي كده السكين عباره عن طبقتين ايبيديرمس وديرمس. الايبيديرمس فيها ايبيديرمال ريدجز. طب الايبيديرمال ريدجز دي اترجمت على شكل الصباع في ايه في الاخر؟ اترجمت بشكل فينجر برينت. طيب الديرمس دي فيها ايه؟ فيها شويه كولاجين على شويه بلود فيسلز على شويه ليمفاتكس ونيرفز. طب ايه السكين اباندجز اللي عندنا او الزوايد السكين اللي عندنا؟ هي عندي نيلز اللي هي الضوافر، عندي هير وهير فوليكلز وسويت اند سبسس جلاندز. طيب ادي طبقة السكين اللي انا بتكلم عنها اللي هي عبارة عن الابيديرمس والديرمس. بعد طبقة السكين في عندي طبقة دهن، طبقة دهن، وادي طبقة العضلات. طب طبقة الدهن دي عندي دهون سطحية بسميها superficial fascia اللي هي الدهون اللي موجودة اللي هي الدهن اللي انت بتشوفه، ودهون عميقة اسمها deep fascia. يبقى انا عندي ادي طبقة السكن، تحت طبقة السكن في طبقة دهن. طبقة الدهن دي انقسمت لطبقتين، جزء سطحي سميته superficial fascia وجزء عميق سميته ديب فاشيا. يبقى في جزء سطحي سميته سوبرفيشال فاشيا وجزء عميق سميته ديب فاشيا. طيب حلو الكلام. السوبرفيشال فاشيا دي السوبرفيشال لاير بتاعت الفات اللي موجوده بعد طبقه السكن بعد الجلد على طول. طيب ايه الفانكشنز بتاعت السوبرفيشال فاشيا؟ ربنا خالق لي سوبرفيشال فاشيا ليه او طبقه دهون خارجيه ليه؟ هو الانسان التخين اللي هو عنده دهون اكتر بيحس بالبرد اكتر، ولا اللي ما عندوش دهون؟ لا طبعا اللي ما عندوش دهون، اللي عنده دهون بيحس بالحراره. فطبقه الدهون دي او السوبرفيشال فاشيا اكس از ا ثيرمال انسيليتور، دي عازل للحراره. يبقى السوبرفيشال فاشيا او طبقه الدهون الخارجيه دي عازل للحرارة، thermal insulator، thermal insulator يعني عازل للحرارة. يعني ايه؟ يعني ما بتخلكش تحس بالبرد، بتخلي احساسك بالبرد اقل. فطبقة الدهون الخارجية او superficial fascia act as a thermal insulator. يعني ايه thermal insulator؟ يعني عازل للحرارة، يعني بتخليك ما بتحسش بالبرد. طيب contains ايه؟ ممكن يكون فيها اعصاب nerves، blood vessels اللي هي الاوعيه الدمويه، واوعيه لمفاويه اللي هي الليمفاتكس. يبقى contains nerves blood vessels and lymphatics. ممكن يكون فيها muscles، contains muscles زي المسلز بتاعت ايه؟ الفيس، عضلات الوجه موجوده في السوبرفيشال فاشيا. تمام، يبقى ممكن يبقى عندها عضلات contains muscles زي المسلز بتاعت الفيس.
طيب جلانس ممكن تكون فيها جلانس، اه ممكن يكون فيها جلانس زي هنا الماماري جلاند ده اللي هو البريست الصدر، ده بيبقى موجود في السوبرفيشال فاشيا. طيب ريزرفوار اوف فات، هي مخزن للدهون، يبقى ات اكتس از ريزرفوار اوف فات، مخزن للدهون. طيب بتعمل ايه كمان؟ بتنعم الجسم يا جماعه. هو انا لما بيبقى عندي طبقه دهن، يعني انت دلوقتي ما يبقى عندك حته لحمه وعايز تشويها، هل الحته اللحمه المدهننه بتبقى ناعمه اكتر ولا اللي ما فيهاش دهون بتبقى ناعمه اكتر؟ طبعا المدهننه. فبالتالي اما بيبقى عندي طبقه فات بتنعم الجلد وبتنعم السيرفيس اوف ذا بودي، يبقى softens and smoothens the surface of the body. طيب برضو اما يبقى عندي تحت الجلد طبقه من الدهون يبقى اسهل في الحركه، يعني ما تيجي تحرك الجلد ده بيبقى اسهل اما بيبقى فيه تحته طبقه دهن ولا بيبقى اسهل؟ لا بيبقى اسهل اما بيبقى تحته طبقه دهن، ففاسيليتيتس ذا سكين موفمنت، بتسهل حركه الجلد. يبقى انا عندي اكت از ا ثيرمال انسيليتر، عازل للحراره، ممكن يكون فيه اعصاب وبلاد فيسلز نيرفز اند بلاد فيسلز اند ليمفاتكس، كونتينز ماسلز زي الماسلز اوف ذا فيس، كونتينز جلاندز زي الماماري جلاند، ريزرفوار فور فات، softens and smoothens the surface of the body and facilitates the movement of the skin. اجي بقى اشيل طبقة السوبرفيشال فاشيا تاني كده، يبقى انا عندي سكين سوبرفيشال فاشيا مكان ديب فاشيا اللي هي الدهون اللي تحت، اللي هي الدهون اللي تحت، الاقي ممبرين. الممبرين ده شكله ايه؟ بيبقى طف ممبرين. يعني ايه طف ممبرين؟ يعني ممبرين مش زي الدهون بقى. احنا طبقه الدهن اللي فات دي عباره عن طبقه دهن، اللي هو لو شلتها طبقه الدهون العاديه اللي هي بتبقى يعني خفيفه وما فيهاش، مش ريزيلينت، مش طف. لكن دي فاشيه بقى، لا دي طف ممبرين. طف ممبرين يعني شبه الممبرين غشاء مشدود، يعني ما هوش عبارة عن شوية دهن، هو دهون في الآخر، علشان هو نفس الهيستولوجيكال ستراكشر أو consistency بتاعت الدهن، لكن بيبقى عامل إزاي؟ بيبقى طف شوية ماسك نفسه، وبيبقى membranous. يعني إيه membranous؟ أشبه للغشاء. يبقى deep fascia دي عبارة عن طف resilient membrane. يعني إيه طف resilient membrane؟ يعني membrane ماسك نفسه شوية، خشن، ما هواش سهل يتفرتك كده. طيب ليه بقى ربنا خلق لي دي فاشيه، طبقه دي فاشيه؟ علشان كذا فانكشن برضو المفروض ان احنا هنقولها. اول حاجه طبقه الدي فاشيه، احنا اتفقنا لما باجي اشرح خروف او حاجه زي كده اشيل السكين وبعد كده اشيل طبقه الدهن، الاقي عباره عن ممبرين غشاء محوط على العضلات. فبيعمل ايه اول حاجه الدي فاشيه؟ اول ما اشيل السوبرفيشال فاشيه الاقي الدي فاشيه دي بتعمل فورميشن اوف برود شيتس. يعني ايه فورميشن اوف برود شيت؟ كانه هيعمل غشاء ماسك لي العضلات حوالين العضلات وبعضها، فماسك لي العضلات في مكانها. عارف نفس فكره ايه؟ ما تروح تشتري جبنه، الراجل يحط لك الجبنه في الطبق وبعد كده يروح شادت لك البلاستيك عليها فيمسك لك الجبنه في مكانها. الممبرين او الغشاء اللي هو بيعمله او الكيس البلاستيك اللي هو بيعمله حوالين الجبنه ده هو اشبه بالديب فاشيا، بيعمل زي برود شيت، شيت عريض حوالين العضلات علشان يخلي العضلات موجوده ما تترهلش، تبقى موجوده في اماكنها. فبيعمل لي زي برود شيتس اراوند ماسلز علشان يكيب الماسلز. ادي مجموعه من العضلات، المفروض الديب فاشيا بتيجي تعمل لي زي شيت عريض حوالين العضلات فيمسك لي العضلات في مكانها. نفس فكره الجبنه لما بنشتريها، فيشد لك بلاستيك على الجبنه فيخلي لك الجبنه في مكانها. طيب بيعمل برود شيتس حوالين الماسلز بس؟ لا، بيعمل برود شيتس حوالين بعض الاوعيه الدمويه. الاوعيه الدمويه دي اسمها فيمورال ارتري وفيمورال فين، اللي هو الشريان ده اسمه فيمورال ارتري والشريان ده اسمه فيمورال فين. المهم انا بقول لك ليه؟ عشان يعمل لي الدي فاشيا دي بتتخن حوالين الاوعيه الدمويه او البلاد فيسلز وتعمل لك شيثز حوالين، شيثز دي زي الشيتس بالظبط، اللي هو زي غشاء حوالين الفيسلز. طب الغشاء ده هنا من الاكزامبلز بتاعته او من الامثله بتاعته شيث اسمه فيمورال شيث.
يبقى احنا اتفقنا ان احنا عندنا اول حاجة بتعملي غشاء حوالين العضلات، formation of broad sheets around the muscles، عشان تخلي العضلات في مكانها، وتعملي sheets او sheaths around the vessels، فتعملي ليك بعمل كده عشان بحافظ على الفيسلز. طب الشيث اللي حوالين الفيسلز ده اسمه ايه؟ اسمه femoral sheath. طب هل دي فاشيا بتكتفي ان هي تبقى حوالين العضلات وحوالين الاوعيه الدمويه بس؟ لا، الدي فاشيا الصراحه ممكن تدخل ما بين العضلات وبعضيها وما بين العظم كمان. طيب يبقى احنا بنتكلم على الدي فاشيا تاني. الدي فاشيا بتعمل برود شيتس زي ممبرين او غشاء حوالين العضلات عشان تحوط لي العضلات بتاعت نفس المكان في بعضها وتخليهم في مكانهم. بس هل الدي فاشيا بتعمل برود شيتس حوالين العضلات وبعضها بس؟ لا، هي ممكن تدخل ما بين العضلات، اهي ما بين العضلات، وتعمل لي حواجز ما بين العضلات. يعني ايه حواجز ما بين العضلات؟ ما بين العضلات يعني انتر ماسكولر وحاجز يعني سبتم. يبقى تعمل لي حاجة اسمها انتر ماسكولر سبتا، حواجز ما بين العضلات. طيب حلو، ليه؟ علشان تفصل مجموعات من العضلات فتبدأ تعمل لي حواجز ما بينهم بهذا الشكل. طب هل هي بتكتفي ان هي تخش تعمل حواجز ما بين العضلات؟ لا، ممكن تعمل أغشية او غشاء ما بين العظم. طب الغشاء اللي ما بين العظم ده اسمه ايه؟ اسمه interosseous membrane. interosseous يعني ما بين العظم، غشاء ما بين العظم، وتفصل العظم عن بعضه بهذا الشكل وتعمل لي interosseous membrane. تيجي كمان الديب فاشيا هنا تتخن وتعملي حاجة اسمها ريتيناكيولا. ريتيناكيولا دي the thickened part of deep fascia، علشان أوتار العضلات أو التندنز، تندنز يعني أوتار العضلات، تنزل من تحت الريتيناكيولا دي وتبدأ تحرك لي الصوابع. طب لو أنا ما عنديش الريتيناكيولا دي هيحصل إيه؟ هيحصل نفور في الأوتار بتاعة العضلات، فبالتالي الفانكشن بتاع الفلكسو ريتيناكيولم to keep the underlying tendon in position، يعني تخلي أو تحافظ على العضلات في مكانها وهي داخله للبالم او الهاند، وتبدا تحرك الصوابع من غير ما اجي احرك الصوابع ما يحصل نفور في التندنز. طيب تيجي تبدا تدخن هنا تعمل لي حاجه اسمها ابونيوروزس. يعني ايه ابونيوروزس؟ يعني ثيكند باند برضو اوف دي فاشيا. طب ليه تفتكر هنا؟ خد بالك ان معظم شغلك بايدك بيبقى هنا، بس في نفس الوقت عندي تحت دي فاشيا دي او كده ستراكشرز مهمه. ايه الستراكشرز المهمه؟ ممكن يكون فيها اعصاب، نيرفز، blood vessels، أوعية دموية. فربنا يتخن لي هنا الفاشيا فيعمل لي حاجة اسمها palmar aponeurosis to protect the underlying important structures. طيب يبقى احنا عندنا عملنا palmar aponeurosis هنا عشان احمي الستركتشرز اللي تحتها المهم، اللي هي ممكن تكون اعصاب، ممكن تكون nerves، ممكن تكون vessels، ممكن تكون اي حاجة مهمة تحت aponeurosis. يبقى احنا عندنا الديب فاشيا تعمل زي شيتس، برود شيتس اراوند ذا ماسلز عشان تحافظ عليهم في مكانهم، تعمل شيث حوالين الفيسلز عشان تو بروتكت ذم، تحميهم، اكزامبل زي الفيمورال شيث، تعمل تخش تعمل لي حواجز ما بين العضلات اسمها انتر ماسكولار سبتا. طيب تخش تعمل لي غشاء ما بين العظم وبعضه اسمه انتر اوسس ممبرين. تيجي تدخن هنا تعملي حاجة اسمها flexor retinaculum to keep the underlying tendons in position. تدخن هنا تعملي حاجة اسمها palmar aponeurosis علشان تحمي الستركتشرز المهمة اللي تحتيها. طيب بعد كده احنا اتفقنا ان عندي طبقة السكين وsuperficial fascia قلناها بالتفصيل، واتكلمنا عن الديب فاشيا، وبعد كده عندي الغضاريف بقى الكارتلج. الغضاريف عندي ثلاث انواع من الكارتلج هناخدهم برضو في الهيستولوجي. انا بس كاناتومي محتاجه اسماء الثلاث انواع بتوع الكارتلج، ايه الثلاث انواع المتاحين من الكارتلج، ومحتاجه اماكنهم السايتس بتاعتهم. بالنسبه بقى للهيستولوجيكال ستراكشر وشكلهم ايه تحت الميكروسكوب ومنظرهم والكلام ده هناخده في الهيستولوجي، انما في الاناتومي انا اللي يهمني ايه؟ اللي يهمني اسمائهم، انواعهم ايه، ثلاث انواع من الكارتلج واماكنهم بلاقيها فين، اللي هي الغضاريف. انا عندي اكتشوالي ثلاث انواع من الغضاريف. اول نوع اللي هو الهايلاين كارتلج. الهايلاين كارتلج وده بيبقى زجاجي، وعندي وايت فايبرو كارتلج وده بيبقى كارتلج عنيف شويه
بسند ليه المهام التقيلة، وإيلاستيك كارتلج اللي أنا محتاجة فيها مرونة. يبقى أنا عندي ربنا خلق لي 3 أنواع من الكارتلج وحطهم في الأماكن على حسب أنا محتاجة كل واحد في إيه. هايلاين كارتلج، أنا محتاجة كارتلج ما هوش تقيل قوي وفي نفس الوقت ما هوش خفيف قوي للحركة والحاجات دي، وهقول لك هلاقيهم فين. وايت فايبر كارتلج، ده الفايبر كارتلج العنيف اللي أنا بسند إليه المهام التقيلة. وإيلاستيك كارتلج، الكارتلج المرن اللي أنا محتاجاه في الأماكن المرنة. أول نوع أو الهايلاين كارتلج، وده أكتر نوع موجود فيهم أو بلاقيه كتير، اللي هو أول نوع اللي هو الهايلاين كارتلج. الهايلاين كارتلج بلاقيه فين؟ بلاقيه في اللونج بونز، اللونج بونز البونز الطويلة هنا علشان خاطر تقدر تطول. شايف هنا في كارتلج اهو، كارتلج عشان بعد كده ادي فرصة للبون دي انها تطول. يبقى اول مكان بلاقي فيه كارتلج اللونج بونز، البونز الطويلة اللي بتطول كمان. الجروينج بونز، الجروينج بونز اماكن ما البونز بتكبر، يبقى احنا موجودة في اللونج بونز والجروينج بونز. موجودة فين؟ شايف الارتيكولار سيرفيس، احنا عندنا عظمتين بيقابلوا بعض، ادي عظمة وتيجي تقابل عظمة تانية عشان تعملي مفصل. طب السيرفس اللي بيعمل المفصل ده اسمه articular surface. articular يعني ايه؟ يعني السيرفس اللي بيتمفصل. طيب يبقى طبيعي ان انا عندي 2 bones، عندي عظمتين احط بينهم cartilage. cartilage ده اللي هو بتاع الجوينتس ده اسمه ايه؟ اسمه hyaline cartilage. يبقى long bones عند الجوينتس، جروينج بونز اللي هي بتكبر علشان خاطر هيبقى فيه هنا غضاريف فتقدر تطول، وبعد كده على فكره الغضاريف دي بتقفل وتعمل عظم. اما اوصل للطول اللي انا عايزاه هاخده بالتفصيل في اللونج بون، ان ربنا خالق لي في وسط العظمه كده غضاريف ليه؟ علشان تقدر تطول. طب بعد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه دي تروح اوسيفاي، اوسيفاي يعني تتحول لعظم. طب بلاقيها فين؟ يبقى دي الجروينج بونز. اللونج بونز فين؟ عندي عظمتين هيقابلوا بعض، لازم احط ما بينهم حته ايه؟ غضروف. الغضروف اللي ما بين اللي في الجوينتس اسمه هايلاين كارتلج. طيب ده الثراسيك كيج او القفص الصدري. الكارتلج اللي بيأدي الضلع طبعا، وادي الاسترنم، الاسترنم هناخده بعد كده برضو. ادي الاسترنم اللي هي العظمه اللي في النص اللي قدام، وادي الريبس اللي هي الضلوع. طيب الغضاريف اللي ما بين الاسترنم والريبس دي اسمها ايه؟ اسمها كوستال كارتلج، كوستال كارتلج. طب الكوستال كارتلج نوعه ايه؟ نوعه هايلاين، نوعه هايلاين. كل اللارينكس، كل اللارينكس هايلاين كارتلج ما عدا لسان المزمار ده إلاستيك. كل اللارينكس هايلاين كارتلج ما عدا لسان المزمار اللي هو اسمه لسان المزمار اسمه ايبي جلوتس، ده إلاستيك كارتلج. واتفقنا ان الجوينتس حوالينها هايلاين كارتلج. تاني انا عندي 3 انواع من الكارتلج، 3 انواع من الكارتلج ده هايلاين، ده اللي هو موجود اكتر شيوعا، وعندي الوايت فايبر كارتلج ده بسند اليه المهام التقيله، والاستيك ده المرن. طيب الهايلاين كارتلج موجود في الجروينج بونز يعني البونز وهي بتنمو، موجود في الارتكيليتنج سيرفيسز الاجزاء اللي بتتمفصل عشان تعمل لي جوينتس، موجود في الكوستال كارتلج، موجود في اللارينكس كلها، كل الغضاريف بتاعه اللارينكس هايلاين ما عدا لسان المزمار اللي هو الإيبي جلوتس ده إلاستيك. تمام؟ دي الأماكن اللي بلاقي فيها هايلاين كارتلج. الراجل بقى اللي بعول عليه ده اللي هو الوايت فايبر كارتلج، ده أنا بأسند إليه المهام الصعبة. يعني إيه المهام الصعبة؟ يعني اللي محتاجة كارتلج قوي وما يحصلوش تآكل وما ينفعش يحصل له تآكل، بأسند إليه الوايت فايبر كارتلج. الوايت فايبر كارتلج ده كارتلج المفروض إن هو قوي. طيب انا عندي ايه اللي شايل الجسم؟ في ورا ديسك، ادي فقرتين، وطبعا اكيد سمعتوا قبل كده ان الفقرات بتاعت العمود الفقري اللي ورا ما بينهم ديسك اسمه انتر فيرتبرال ديسك. طيب الوايت فايبرو كارتلج ده طبعا موجود في الانتر فيرتبرال ديسك. ليه؟ الديسك اللي ما بين الفقرات اللي هو شايل الجسم، فانا محتاجه هنا كارتلج قوي يشيلني، فيبقى عندي وايت فايبرو كارتلج. يبقى الوايت فايبرو كارتلج موجود في الانتر vertebral disc. موجود في فين تاني؟ العظمتين بتوع الحوض دول اسمهم hip bones، اسمهم hip bones، اسمهم hip bones. طيب والجزء الامامي بتاعهم ده اسمه pubic bones، اسمه ايه؟
اسمه بيوبيك بون. طب البيوبيك اي، خد بالك احنا هناخدها قاعدة في حياتنا، اي عظمتين هيتقابلوا في وسط الجسم شبه بعض، اي عظمتين شبه بعض هسميهم سيمفيسز. يعني مثلا لو في الاخر احمد واحمد اتقابلوا في وسط الجسم هسميهم سيمفيسز احمد. طيب انا عندي اتنين بيوبيك بونز اتقابلوا في وسط الجسم عملوا لي جوينت اسمه ايه؟ اسمه سيمفيسز بيوبس. طب نوع الكارتلج هنا ايه؟ وايت فايبرو كارتلج. ليه؟ لان ده خد بالك ده عظمة الحوض اللي شايلة سيادتك، فبالتالي انا هنا الكارتلج هنا وايت فايبرو كارتلج. يبقى الوايت فايبرو كارتلج موجود في مكانين اللي شايلينك. ايه المكانين اللي شايلينك؟ ما بين الفقرات الانتر فيرتبرال ديسك والحوض السيمفيسز بيوبس، الجوينت بتاع الحوض الامامي اللي هو السيمفيسز بيوبس. يبقى اذا الوايت فايبرو كارتلج موجودين في المكانين اللي شايلينك. طب ايه المكانين اللي شايلينك؟ الانتر فيرتبرال ديسك اند ذا سيمفيسز بيوبس. اخر حاجة بقى الكارتلج المرن اللي هو الالاستيك كارتلج. بلاقيه فين الالاستيك كارتلج؟ بلاقيه في الاوركل. الاوركل ادي الاوركل بتاعت الاير الودن، الاوركل بلاقيه في التيب اوف نوز، بلاقيه في التيب اوف نوز، بلاقيه في تيوب هنا اسمها اوديتوري تيوب، قناة سمعية او يوستيكيان تيوب، اسمها تاني يوستيكيان تيوب. يبقى تاني كده بلاقيه فين؟ بلاقيه في التيب اوف نوز، بلاقيه في الاوركل، بلاقيه في اليوستيكيان تيوب او الاوديتوري تيوب القناه السمعيه. واتفقنا ان الكارتلج بتاع اللارينكس كله كان هايلاين ما عدا الابيجلوتس كان الاستيك. يبقى انا بلاقي الالاستيك كارتلج اللي هو الكارتلج المرن في اربع اماكن: اوركل، تيب اوف نوز، اوديتوري او يوستيكيان تيوب، اند ابيجلوتس. بس احنا كده خلصنا المحاضره بتاعت النهارده، ارجو ان احنا نكون فهمناها، يا ريت تتسمع وتتذاكر كويس. طبعا احنا ان شاء الله اتفقنا ان احنا في اوقات هنتقابل فيس تو فيس واوقات هنتقابل اونلاين زي ما احنا كده. لو احتاجنا اي حاجه طبعا في الوقت الفيس تو فيس، حاجه ما فهمناهاش، حاجه كده، نقدر نعملها. ويلا ربنا يوفقكم ان شاء الله.